تعيش خلاف، تعيش تقسيم، ومنها تتقسم اليوم قاعدة
الدول بتاعنا بتتخصم، شعوبنا الان تتعارك مع حكامها. اليوم الدم المسلم قاعد يجري يسير في الارض، يجري في الارض بين شهور. كان مبلدين عسكري فرنساوي وطليان وانجليزي، اليوم احنا قاعدين نتقاتل مع بعضنا، كلنا يقول لا اله الا الله، كلنا يوحد الله، وكلنا عندنا قله واحده. فالامه الان تعيش فرقه، تعيش خلاف، الامه تعيش الخصومه الداخليه. ما عادش نحمي بعضنا، ما عادش قابلين بعضنا، نسبوا بعضنا، نتعاركوا في الطريق على سياره، خلاف على ضوء احمر ولا ضوء اصفر، تعبد الناس بتنفذ بعضها، تضرب بعضها، نخبوا بعضنا، نخبوا لاتباع الاسباب، نسبوا البو، ونسبوا الام، ونسبوا الاصل والمفصل، ونرجعوا للجنود الاولانيين على خلافات بسيطه. الأمة في وضع الحالي ما يجي الأمة اللي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجي الأمة اللي خلاها، ما يجي الأمة اللي بناها على قيم هي القيم اللي تقرأ فيها في القرآن الكريم. وضعنا يا إخواني الكرام هو وضع الأسف. وقت اللي ندخل المساجد ونسمعوا هالخطط ونسمعوا الأئمة كي تطلع في المنابر وتمشى تدرس، وقال الله تعالى وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وجدونا في الصور الناصعة متاع العدل والاستقامة والوحدة والمحبة والأخوة والتفاني ودفاع الناس على بعضها ومحبتها لبعضها، ونرفض التكييف وكل شروط الإسلام جعلها كيفاش المؤمن ينحي الأمة من فمه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، كيفاش المسلم يلقي صدره باش هو يموت وخوه المؤمن يتحماه من نبلة حتى لا يموت أخوه قدم روح ضحية، كيفاش الناس على قلة الإمكانيات والماديات، لا كان عندهم بنوات في ديارهم، ولا كان عندهم تلامس، ولا فيش دارات، ولا عندهم بيت صالة، ولا بيت فطور، ولا بيت قعاد. الرسول صلى الله عليه وسلم عنده بيت 320، هذاك اللي عنده قسم على الطرفين، طرف براني طرف دخلاني، ومات وهو نقد على الحاف في القاعة، وخلى المرض صحبة وسواد ومرايه يخطب فيها وجهه، هذاك اللي عنده النبي، وخلى ديون على كانه ما وصلش باش يخلصها. الأمة هذه أمكن لها بدعوة رجل واحد أن تغير العالم جميعا. ألم يكن رجلا فردا واحدا هو الذي دخل على عالم كله ظلمات، لم يستعمل لا سلاحا ولا قوة ولا مالا ولا سلطان، وإنما استعمل ثقة بالله تعالى وخرج على الناس قال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. نعم عمي كنت شو اللي قلت؟ قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ضحكوا منه، سخروا منه، قاوموه، سكتوا عليه، بعد قاطعوه، سبوه، شتموه، عملوا له ما عملوا باش يأخروه عن دعوته لم يستطيع. أخوتي الكرام أنتم وأنا معكم، نحن سليلو مجد في العالم، نحن قادتنا وسادتنا نوع خاص من البشر الذين قادونا وربونا وعلمونا، الذين ننتمي إليهم بالعز والمجد ونعتز بذلك. هم ناس كانوا أفقر الناس وأضعف الناس، لم يستعملوا لا سلطانا ولا مالا لكسب القوة أبدا. القوة اللي قادونا ما كانش عندهم اسباب القوة المعهودة في الدنيا. تعرفوا ان الناس يقادون بامرين في الحياة البشرية، منها اللي خلق ربي ادم اليوم. الانسان اما يتقاد بسلطان شطرم على ظهره، بوليس يضرب ويخوف، حبس محدود يخاف منه، يطبس راسه ويتعذب. واذا كان ما فماش شطرم يسمع رنين المال يجي يجري، اما بخوف او بطمع. البشريه قادت في تاريخها الطويل اما بالخوف ولا بالطمع، اما حاكم يضطهد الناس والا واحد يشري ذممهم. الانبياء اللي جاونا لا كان عندهم لا سلطان لا، حتى ان واحد منهم اللي واخرهم سيدنا صلى الله عليه وسلم وقت اللي ضاقوا ذرعا به في مكه المكرمه وسفه احلامهم وسفه الهتهم، جاونا عندهم 500 واحد. إيه اللي هون يتبقى عمرو
وإن شئت مالا أعطيناك أرمية وإن شئت سلطانا سويناك. كل حكيت ودي أخوي مش هبه كم فلوس نعطيك بالحاجتين هذه؟ كم فلوس نعطيك؟ كم سلطان نعطيك؟ قال يا عمي والله لا وضع الشمس على يمين والقمر على يساري وتعرف المقيمة. إذن هذه قولونا احنا اللي احنا معتزين بالانتماء فيهم اللي كان عندهم فلوس وحاجات كتير عنده جمال عنده سلطان. سيدنا صلى الله عليه وسلم كان في حالة خصاصة وقت الرجال بتاعهم لأنه كان مزحف حتى الخدمة ما كانش يخدم وقتها. كان يعيش بمساعدة زوجته سيدة خديجة جاهل وحيد وهو في حالة تأمل وخرج يرجف فؤاده من حاجتين. أولا خاف أنها كان ينزل عليه ويقول له أكرهه ينزل ويعاود ينزل ويعاود ولقاها مهمة كبيرة. ووقت اللي خرج انظر من دار حراء إلى مكة أمامه أنا مش مبدل العالم هذا الكعبة وراها 360 صنبة حولها أنا مش غير هذا كله أنا مش نحيي أنا مش مبدله روح يرجع فؤاده. قال يا زميلوني تقتلوني جنبكم المرمى الصالح بعد ما غطاه القطر يا محمد يا حبيبي قلت له والله ما يجزيك ربك ابدا انت خايف لو ربي يضيعك خايف لما تنجحش ما تنجحش ركز كل جاي باش عرفت حاطط انك تحمل الكلمه وتقري الضيف وتكسب المعلوم وتعين على النوائب الحق. كيفاش اللي خدمه كبير يتسع الناس الكل الفقير في قلبه الهشام في قلبه اليتيم في قلبه الفقير في قلبه حامل هموم البشر حامل هموم الناس مش علاقته بمصلحة اللي حاسبه الدنيا يستعمل علاقته مع الكبار ويمشي مع الكبار ويتنعم يتنعم بسلطانه وحكمانه وحمايته. هذا علاقته بشكون؟ المنتف خوف والضعيف خوف والقدير خوف. قالوا اني قلبه يحمي ويحمي هؤلاء جميعا كيف يضيع والله لم يحييك ربك ابدا وقد كان انت انصر باش باك القلب الكبير الذي تسعى للناس باك القلب اللي حب به الناس. تعرف اللي كان في المدينه المنوره وابو سفيان وقتها زعيم المشركين في مكه وزعيم المشركين يحرر في الماس بتاعه باش يذبح سيد النبي ايش عليه المره الاولى في بدر المره الثانيه في احد المره الثالثه في الخندق وحاولوا باش يستقتلوه ويقتلوه وعملوا كل الامكانيات باش يعطوا دعمه هو بعيد عليهم معاهم حاولوا يقتلوه بعد عليهم ما صبروش عليه خلطوا عليه واعتدوا عليه. ايش كان يعمل سيد النبي؟ يبعث العام شرطه بتاع فلوس شرطه بتاع فلوس يبعث ابو سفيان زعيم المشركين اللي قومي يقول له يا ابا سفيان هل يوزعها على فقراء الحرم؟ فقراء الحرم في مكه شكون هم مشركين؟ هم مشركين ولا ما فيش جمع رسول في المدينه. فقراء الحرم مشركين يقول وزعها على فقراء الحرم اعطيها الكلام للفقراء المشركين اللي يهدوا في الصلاه. القلب اللي يحمل الناس الكل حب الناس الكل اللي جاب شي خطوه ما عمل له حتى شيء فراق هذاك ما عمل له حتى شيء. قال الله سقط من يده السيف بعد ذكر الحرب بتاعه حتى قدمه وهو يحميه. عمر بن الخطاب كان هذا كله هو بهذا المسلمين اللي عندهم وعملوا شال مرض لغته جاي هاجم على سيد النبي في الباب القف في هذا القف حاط سيد النبي واحد حساس يعز من بعيد في راس الدرب لانه هو عامل اجتماع سني لان الاسلام ما كانش يجب يظهر سري يقري فيه في القران فكان يحب وجاء عمر بن الخطاب عينه تلم شو يعمل؟ باش يبطش بيه محمد بن صاحبه ايه اللي عز يا ابو الاثنية تحب يبعده على الطريق. قال يا عمر انت ماشي محمد تبع حاجه بيه انت برا تلاقي بدارك عايش شويه برا اش بيها دارك؟ قال لي برا شوف وقتك انت المال عم تحت ساقيك وانت ما تعرفش نعبدك ايه كان وقتك ولا تبوسه ما تقول لا اله الا محمد رسول الله برا تلاقي روحك باش يبعده باش يهرب سيدي بي واصحابه باش يقتل العشاء يمشي عمر يسمع في اخته تقرا في القران اللي يهجم بلا اللي كان يقرا فيهم بين مش يتخبى خبى تحت فرش خبى فيه خبى تحت فرش يلقى الاخت قاعده عندها صحيفه فيها طه نزلنا عليك القران تشرح تحت قطعه خبيتها تحت قطعه وهي قاعده في الارض قال هذه صحيفه تقراها قالت له انت مزوج مش
القرآن وين أخذ المزيد؟ قالوا ما أصبح طلب هذا رأسك وبعد إيش أخذ هذا أنا من زوج ضربت له ضربة ساعة رشده مش نحاج من الجبال صب طلع على رأسه ومشاه رجع قال يا قطيب يا قرف الطاهرة ما نزلناها لك القرآن قال فرقيت الإيمان في عيني والإيمان في القلب هذا الإيمان اللي خسر قلوبه باش بنبي أحب الناس نبي لم يقتل في حياته مرة واحدة شخصا إلا واحدا كان يجمع به في الأخرة في بدن وهذا السيف بتاعه مش مخلوص وقت اللي خلق أحد السنوبيس النبي اتباع على نفسه خلاف حربة وضربها جدوه واحد لكن النبي عنده غزوات قدونا وخزيته بالسكاكر والسكاكر والصلابة والسيوفة لم يمس أحدا إلا واحدا دفاع عن نفسه هذا النبي اللي أصل في البشر محبة بعض اللي أصل في الناس حبهم لله جاب دين ابناه على أمرين الأمر الأول قد إيش مزال الوقت صيف ساعة فما إيش صيف ساعة كان عندكم مجالة تجربة سكرة سكرة بس مين احنا وحدنا الأجران هو خارجين بمشي على القاسبة وينهم هذا الإسلام مش نعمل خلاصة مش كلنا متمحنوا مؤمنين الإسلام هذا جاب صفحتين يا جماعة هذا الإسلام يتلخص في صفحتين اللذين أكل نظام بتاع 23 سنة يتلخص في صفحتين صفحة الأولى هذا الدين بذاته جاء باش يفيق الإنسان وأن بلاه منه وخير دخله شر دخله وخير دخله هل النبوة والرسالة والقرآن اللي عبقت التوراة والإنجيل بالخمل والأنبياء والرسل وهذه الغزوات والجهاد والسيرة والسنة الكل جاء مش تحقق فينا بعد بعد أساسي هو أن هذا الإنسان هذا الكائن اللي ربي خلقه بطريقة عجيبة ما يجي بطريقة يخلق بها الكائنات من قبل عيط الملائكة وهذا اللقاء اللي ربي حدثونا في القرآن لقاء عجيب لما ربي الخالق الأعظم يعيط المخلوقات يعرض عليهم موضع ربي يعرف مجرى الجوع مع من؟ مع مخلوقات وقال ربك للملائكة إني جاهل في الأرض الخلفاء يا ربي شعره ما قدر مش شعره وإنما يعلم مش يسمع رأي مخلوقات وهو يعلم لكن الحقيقة فينا معنى أساسي يا أستاذ هو أن الشورى قبل الخلق سيارة نوع كليو رقم 103 معطلة بالطريق يرحم والديه ولاه يخرج ويخرجها من الطريق ورب يعطيها عمر وحشة وكان مطلق ان شاء الله يعرف المراه ليه؟ هل يوقد واللي يعلم ماذا تعلمه؟ إيه يا مقنعكم مثلا؟
وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أبيوني أحب تصلي تعبوها. يعني هذا المجلس هو مجلس شورى، ربي عقده قبل خلق الإنسان، فالشورى قبل الخلق، الشورى قبل الخلق. طول بعض العلماء يقولون الشورى ملزمة وغير ملزمة، برقوهم من الشورى مش ملزمة فقط، هي قبل الخلق، ربي أعدنا بالشورى، والمجتمع اللي في شورى والمجتمع اللي يكره فيه الإنسان بالغلط. يخلقها الإنسان خلقه على مبدأ يتسمى حرية الاختيار. قال تفضل، أنا خلقت فيك منزع خير ومنزع شر، ومنيش مش نعمل معاك كيما الملائكة، وهاني جربتك لقيتك أخطأت، هاك عرفت إيش معنى الخطأ، لأن الذي يقع في الخطأ أول مرة يتعلم اللي ما يوقعش في الخطأ يمكن أن يقع فيه، هاي علمتك، رد بالك. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونخرجه يوم الشقاء ونحشره يوم القيامه الاعمى. قال ربي لم حشرتني اعمى كنت بصيرا؟ قال ان تاتك اياتي كذلك اتنا وكذلك اليوم الانسى. ما هو هذه طه؟ قال اذا أول حاجة ربي يكون عليها الإنسان أنه حر في الاختيار، وأنه يختار الخير ولا يختار الشر هو مسؤول عن اختياره، وأنه إذا اختار الشر قادر على أن يرجع عن شره إلى خيره، فيثاب بموجب تلك التوبة التي يتوبها بقوله تعالى: أولئك بدل الله سيئاتهم حسنات. يغمر الدين على قد ما عمل سيئات ومن حسنات لانه رجع الى الله تعالى. المعنى الاساسي هو اللي جاءت الانبياء للتحقيق، يعني صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وحجنا وعباداتنا وصومنا ومشينا وجينا، هذا الكل قائم على اساس تحقيق قدره الانسان على التحكم بذاته. العباده اللي جاتنا هي اللي تحب ترجع فينا القدره على التحكم بذاته، ولذلك اي عباده تاديها يا اخويا، انت توجيه صليت المغرب اي على قعدنا في الجامعه الحمد لله ما خرجناش البطن، بعد الناس تاع الجامعه باش تخرج باش تعرف صلاتك مقبوله ولا مش مقبوله. شوف القدره اللي اعطاتها في نفسك على ان تكبح جناح نفسك. هك العباده يا اخواني الكرام هي عباره على كيما نقولوا احنا كيوسك بتاع صوت، سواء لاحظت في تونس ما باش تعدى الكيوسك نعمل فلان، نعمل فلان ويدفع 70 دينار نمشيو خطوتين، احنا مازلنا ما عديناش سقيت الزيت، واذا بها الكلمه تعمل بان اه نشوف نعمل نطلو نلقاو بلا شي صوص بان سيش في المجتمع سقينا 70. قال لك 70 صبيتهم لازم فما نقبه في الكيوت في الريزرفوار، طلع النقيبه اخوي. احنا معظم عباداتنا المسلمين نتزوج في العباده، يعني في رمضان اللي عديناه ما بكيناش وما دعيناش وما عرفناش وما تفكرش ذنوبنا وما دعيناش لعائلاتنا ونساتنا واولادنا وقاربنا واحبابنا، واحنا نرجع نتغدى واحد يقول له شفتها في الصباح والشمس كيفاش طلعت وما طلعتش وقابلناها ما قابلناهاش وفرحانين. يا ابوك تقول السلام عليكم ورحمه الله، وتبدا النقوش يتحرك والنفوس تبدا تتحرك، وهاك اللي كان يقوم صلاه الصبح وصلاه الفجر يصبح مجنخ يقوم في السبعه والثمانيه، وكان يصلي في الظهر يولي يلمهم على العصر، ومن بعد يخلط عليه المغرب والعشاء، وليله من الليالي يصبح على جنابه تقول انا عندي اربعه ونمشي نكمل واحد اخرى وحتى نمشي للحمام، هيا لم اليوم على غدوه وان شاء الله نهار نشرحه نهار السبت نصليهم كل نهار السبت، نهار السبت يقول كيف قاعد الله اكبر الله اكبر، هذه الصبح بتاع نهار الاثنين، ولا الظهر بتاع نهار الثلاث، ولا الجمعه بتاع نهار الخميس، وهذه العرض تاع الدكتور يلمهم، وبعد يقول الطبان الزرقاء هذه تقول انا كل ولا نحسب هي فك عليها يبطلها، تو كي يجي رمضان الجاي مرشوح بعد يستنى حتى رمضان يجي باش يرجع يخدم. كل عباداتنا هي فاقده لاثرها بعد اتيانها الا ما من رحم الله. احنا مشكلتنا الامه ان الاشعاع تاع العباده لا يتجاوز وقت ادائها. قداش من نجي الحج ويروحوا كام شيء مخلط الدموع مع خدانا مع الحبيبه
كويس تمسك، وبعد ما يجي يحط مبطل والناس تتمسح عليه وسيد الحاج وثلاث ايام وتعي لي وتعي مرتي وتعي رجل امي وبعد في السوق هذا واسمع كيفاش يبدا يحلف بالحرام وكيفاش يحلف بالكذب وكيفاش على 100 فرنك يخلق واحد وكيفاش الوالد يخرج من الدار ويقول له كلام الكذاب ومن بعد يطلع من الاخرى يولي مع الجلاله ويقول ماشي ورينا والله بعيني مره في الحج شو شيخ كان عاملين شكاره مع بعضهم وحده لانه جاوا من مكه للعرفه فاهم قريب احنا بدينا باش ندعيو ولا قال ابن قاسم انت وين اشكال؟ انت وين اشكال عندك انت؟ انت وين اشكال عندك انت؟ انت ما عندك شكال؟ انت وين اشكال عندك انت؟ انت قال نسيتها، اش بين نسيتها؟ قال لها حطيتها قلت لها حطيتها على التاكسي هز التاكسي. اش قال؟ والله والله احنا نستنى والله احنا نستنى في الرحمة ما ديني الدين وهو قالوا كلام من كلام تاع كلام الرب وهذه الحج العبادة اللي هي قاصرة على القلب تحرك القلوب عبادة عبادة روتينية عبادة عادية نصلي شو ما زال يتذكر أنه عندما يقف بين يدي الله تعالى يقول الله أكبر شو معناها الله معناها ربما قررت أن أفسخ كل شيء أمامي أنت أكبر من مالي أكبر من ذاتي أكبر من زوجتي، أبنائي، بناتي، أكبر من همومي، أكبر من سكرت الفض، وأكبر من البلدية، وأكبر من العركة اللي في التلفزة بتاع البلاتو، وأكبر إيش قال البارح فلان، إيش قال البارح فلان، كله يطمحن أمامي، أنا في حالة إقبال عليه اليوم، يقول الله أكبر، ثم يقف ليسمع كلام الله، وتعرفوا بين قوسين في قلبه، الكتاب الوحيد في العالم الذي يقرأه أهله وقوفاً والقرآن. احنا الأمة التي تعظم كتابها لا نقرأ كتابنا إلا وقوفا. احنا علاش نقف الصلاة؟ لقراءة القرآن. بعد أن ركوع سجود ما بيمش قرآن. لا نقف إلا للقرآن لنستمع القرآن. بعد ما يستمع القرآن وهو يقول له الحمد لله رب العالمين قصيدة في الحديث القدس قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ما هذاك حديث قدس فإذا قال العبد الحمد لله قال حمدني عبدي فإذا قال رب العالمين قال مجدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الآية قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل أنت واقف قدامه أنت تكلم فيه وجهه فيه ولذلك اختي تقول الله اكبر فك عليك من مرتك وبلادك وهموم الدنيا وسفنا لي الغلال والبطاطا والكنبه والبهيم الكل زاد انت مطلوب في خمس دقائق تكون معاه قيسوا بالدنيا قيسوا بحرمات البشر في الدنيا يا اخي وقتك يقولوا لك انسان محترم جاء ما تقبل على وجهه وتجلس اليه وتسمع كلامه وتتلذذ بالنظر الى وجهه المسجد عندما تدخل على عظيم من عظماء القوم تحترمه وتجله وتعطي قلبك كله له فما واحد يدخل يقول بعد رئيس ولا ملك هو يمضى في اللبان لو نحن كان فيه يقول نعم وسيما يقول له اهلا وسهلا مرحبا بيك وما ايش نفع اعطيني نفع ولا غير ملك يكلم فيه هو يلمش على نفع وحده فيه وين انت الان في الاقبال على الله تلوج على نفسك تلوج على الدنيا يزيك 24 ساعه دنيا خمس دقائق رب الله اكبر هك الحاله اخواني الكرام يتمادك في حاله انقطاع الله تعالى الى حد انك عندما تجلس في التشهد مش تستحضر انت في التشهد تستحضر الدخول على الحضره العليه ليله الاسراء ليله العروج ليله المعراج لأن هي كانت تحيات لله زكيات لله ألم تكن تحية النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على مقام الجلال وقت اللي دخل عند سترة المنتهى مش قال؟ قال تحيات لله الزكيات لله الطيبات الصلوات لله ردوا عليه الملائكة قالوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته مرحبا بك أهلا وسهلا في مقام السدرة إيش قال الله؟ قال مش وحدي
سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أمتي معايا، أمتي معايا، ينالها سلام من الله تعالى. هذه الحالة التي احنا نصيبها بعد الركوع والسجود لنجلس جلسة نستحضر فيها القدرة، ولذلك ينفوز ليش القول ويجلس السلام عليكم. السلام عليكم مش ياس، لذلك ما هو اللي يسلم على الناس هو اللي كان غايب وجاء. واحد كان برا عند العطار يشوف الجازوزة وقت اللي يدخل قلنا السلام عليكم. ايش معناه؟ يا جماعة هذا اللي ما كنتش هنا هنيجي اللي صار كيف يقول السلام عليكم. يا جماعة هذا اللي ما كنتش هنا طبعا هنيجي. وين كنتكم؟ كنت بحثاء، كنت معاه، كنت نخاطب فيه، كنت نسأل فيه، كنت نستغفر فيه، كنت مع ربي. كل واحد منا يقول السلام عليكم ده حيكذب، حيكذب لله. فما واحد يقول منا السلام عليكم وهو كان غادي وجا لهنا، يعني كلنا هون. تيجي تقول لي السلام عليكم تقول كنت متى غادرت حتى تسلم؟ وقتها خرجت من الدنيا انت. انت كنت بحذاء لملم تحكي على تتكلم على مرتك وعلى بنتك وعلى ولدك وعلى مسيحك صغيرك صغيرك سته تدعي له في السجود مش ربي يكملوا في السلام. وانت وين؟ انت مع الدنيا. اذا هذه العباده ما تولي عباده لا تلب، ما تولي عباده اخذه بالقلب، الا اذا كانت عباده معبره عن قصد خبي. وعباداتنا يجب ان ترتقي الى ان تصبح عباده تخرج من العاده الى العباده. العاده هي الركوع والسجود العادي اطلق اهبط اطلق اهبط حولها. العباده هي ان تكون بحضور القلب، ولذلك رب قال لنا في القران ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. في قلب طوى الذي فما ذكرى فيه، اللي عنده قلب يتذكر، اللي ما عندهش قلب هو الناس كل عنده قلب، فما واحد يعيش بلا قلب، كلنا عندنا قلب، لكن قلب حاضر وقلب غائب، هناك قلب متوجه وهناك قلب غائب. ولذلك العباده صلاه خذينا مثال عندك كل المؤثرات اللي تبتدي بالطهارة، الوضوء، الأذان، السعي إلى المسجد، انتظار الصلاة، الصلاة الراتبة قبل الصلاة الفريضة، إقامة الصلاة، هذه كلها كأنها كالبيوت في بيت الحمام اللي تبدأ تمشي من بيت البيت وبعد البيت بعد تزيد تصل من بيت البال حتى توصل بيت السخون تتعدى بأربعة خمسة بيوت كل واحدة أسخن من الأخرى. بس كي توصل في الاخر تلقى روحك في حاله العطاء. هاك الدهيئه كلها من الطهاره حتى نوصل لاقامه الصلاه كلها دهيئه للحضور عند الله تعالى. اللي يمشي منكم للرؤساء والملوك شو تعرفوا في القصور بتاع الملوك والرؤساء وتبدا يستقبل واحد يبداوا يدخلوا فيه من بيت لبيت. من بيت لبيت يهزوا البيت هذه وبعد يهزوا البيت هذه. كل واحد يجي واحد نوع اخر بشهيه مش يستقبل الرئيس يستقبله يعرف كيفاش يتكلم يعرف كيفاش يخزر مش يدخل المعروف الخشب ويعطس عليه يقول مش يحول خالتي والمدام لاباس ليه مش رئيس دوله تقول المدام لاباس ليه مش يحضروا. اذا هالعبادات الكل هي عبادات مطلوب منها ان تحقق فينا معنى ضبط النفس. قال لنا صلاه هل عارف شيء منكم؟ قال لعلكم تتقون في الصيام. قال خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وهو تزكيهم بها في الزكاه هذه كانت تزكي النفس. قال الحج ليشهدوا منافع لهم. كل العبادات هذه عندها مردود. شو المردود؟ هو ضبط النفس. قضيه ضبط النفس هذه يا اخواني الكرام هي المساله الصعيبه اللي ما تنتهيش عند حد. هذا الموضوع يتناولنا في حياتنا كلها حتى النفس تتفلت، النفس تجري، النفس تحب، تزين، تتخذ مواقع متعددة لتؤثر علينا. كثير منا باش يتفصل المسؤولية أحيانا نفسه. قال له خان هذا عملت مسؤولة. أي خان هذا لحم بتاع الشطيب. والرجال كل ما يدخل الغابة تحط ملح تحط السكر. وفي عود تحط كذا تحط كذا. عمره ولا كذا ما احنا باهي. قال لها نفسك مع المغشتار والشطيب. قالت له لا سلحان. راني مسحوره. احنا عاملين كيف كيف قال هذا راح قالت مسحوره. احنا وقت اللي نبلغوا قدام نفوسنا علاش عملت هكا؟ اش بيك؟ قلوا شيطان. اوه شيطان لصق فيهم هو اللي عمل شيطان ابليس عنده ضعف ابليس اش بيك كذب ابليس اش بيك ما
ما جيش الموعد بليز شبيك ضربت مرتك زرحت لها عينها بليز شبيك اولادك خليته مش واحد بليز شبيك تعطي الموعد وتخدم شبيك تتسلم من عند الناس وما ترجعش شبيك الناس تخبي عندك امانه وتخون الامانه بليز قال ربي مش هيك مش هيك ويوم القيامه ربي عمل مجلس وعيط فيه هذا بليز اللي نعرف كل الناس الكل تصدقوا حتى من صار انا عاد مصدق تبقى راح يكسبوا فيه هو واللي هو تعاد زاد ابليس نتاعها قال جيبوا الذي سطر قالوا الناس كلها في الموقف كلهم يشوفوا منك لا نزل الناس كنت تشوك عملني ما خليت واحد قبل ذلك اللي تقربوا تلكوا فسدت على الناس حياتهم هلكت لهم مصايرهم الكل جايين على خاطرك انت لازم تطبس راسك وهبط فيهم حياتك ولا تحين من ذلك فضل عليك وقال الشيطان من المعبود الامر دررهم على الانقطاع ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم ربي وعدكم بالحق قالكم هم تبكين وتنشل انا جيت بالبسط عليكم راني طيب يجي معايا توجيه يجي معايا تو تفرهد يجي معايا خويا توصل وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي يعني شو عملتوا؟ كركبتوا بالسيد انا عملت خلاف وقول اجا منا تقول منا الكلكم جيتوا لي منكم سايد لقيت روحكم في كركجو وقت اللي جيت هنا جيت بإرادة جيت بسقيم انا خطرت لنفسك انت اردت لنفسك ذلك مش انا جبتك ولذلك ابليس ما حط الجودة في عنق واحد ولا فرض على الانسان مش يتركه في الباطل هي نفوسنا التي اردتنا ونفوسنا التي أضلتنا وقضياتنا مع نفوسنا قبل أن تكون مع غيرنا قضيتنا مع نفوسنا يا إخوان وليس منا أحد إلا وهو في قبضته نفسي هي التي تتحكم فيه وما يحصل المنعها إلا إذا كان وصل إلى مرضات الله تعالى ودخل الجنة هذا يجب يقول لي منعك لأن هذه النفس تتابعك حتى الغرغرة تشككك في مصيرك وتفرض عليك طريقا غير الطريق التي اردت ان تصل اذا المؤمن يا اخواني الكرام حياته نضال المؤمن حياته عدة مصومه حياتنا عدة نتعاشوا احنا وش نقول قدامه هي كلمه واحنا كلمه اياك ثم اياك تبندل اياك ثم اياك تشتك وطيحك وتعا تمد لها العرض كل ما يسالش قوم ارفض حوايجك وعاود المعركة من جديد وربي قال أنا معاك أنا معاك أنا أكون معاك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا راوك الجهاد اللي تجاهد في نفسك راو ربي يهديك إلى الطريق القويم لتصل إلى مرضات الله تعالى فالأمة يا إخواني الكرام مطلوب منها تحدي أكبر هو تحدي داخلي هو تحدي نفساني هو تحدي ذاتي هو تحدي لكل أسرة لكل فرد لكل شخص في المجتمع أن نتغلب على هذه النفس أن يكون لنا القدرة على أن نحمي أنفسنا منها تجد تبني قصر فيه 20 طابق وتعمل معمل يخدم 1000 شخص وقادم تعمل مزرعة فيها 10,000 زيتونة وقادم تربي 1000 بعير وقادم الناس تصفق لك على اليمين وعلى اليسار وقادر يحطوك على رؤوسهم ويطلعوا تصاورك لكن فما حاجه ربما تفشل فيها ربما كل ذلك هي نفسك يا اخي ما تغلطش ما تتصورش ولا قدراتك الماليه قدراتك الاجتماعيه قدراتك الاقتصاديه تكفيك الا تدخل هذه المعركه الذين قلدوا بنفوسهم ورب ذكرنا في القران الكريم فرعون وذكرنا هامان وذكرنا قارون وذكرنا عتاة الدنيا اللي كانوا قادرين على البشر لم يقدروا على انفسهم نفوسهم تربتهم نفوسهم تعدت عليهم نفوسهم عدتهم احنا امة تربي نفسها والامة اللي تربي نفسها فتح الله لها باب القبول لكونها تجاهد نفسها راهو ممكن يوم القيامة بالحساب ما نتعداوش ممكن يوم القيامة يجي الحساب ناقص تلقى روحك الديون أكثر من الأموال تلقى المصائب نتاع
كيف الأستاذ من الأهل مثلا قاعد قبل التلميذ في المدرسة التلميذ الأولى يلقى 14 التلميذ الثاني يلقى 15 ونص وقت اللي جاب شي حد الامتحان النهائي طاح ده 7 كي يدخل مجلس إدارة المعلمين الأستاذ بتاعه يقول هذا كان ناشط هذا العام كامل هو يقرأ ويطالع والعام كامل هو يكتب ويسمع وجاب عندي أعداد راقية طاح في آخر العام هذا يحتاج الرشاد يحتاج باش نعلموه لأنه يستحق باش ينجح قال لنا سيدي صلى الله عليه وسلم حديث البطاقة يوم القيامة يكتب الرجل قال قلت لي يقف في الموقف يشوف الناس كلها تخطب له يقول له يا ربي ما تكلمنيش قدامه فماش بقعة طريق لازم نمشي فيها وكلمني وحدي راني نحكي بقى فيهم عبد القاسم وعبد صالح وفيهم نسيب امي وراجل خالتي وفيهم برشا ناس فضلاء وطيبين وكان مش خايبني بالي هو اللي راني مش متفضح يا ربي ما تفضحني استرني يقول وانا صدقتك في الدنيا فكيف افضحك في الاخرى كما صدقتك على الدنيا اصدقك في الاخرى يقول له انا كلمني قدامه يقول له هو كفاف بيني وبينك لا يسمعون ربي طرش كلام بيني وبينك مش محب نعم يا ربي يقول له جيت محتاج ما انت فلان من فلان اين قل له يا ربي مثلا ما عنديش حساب راوك اللي عملته الكل وقيدته انت راني ما عادش مستعد يحشم شي يا ربي كافي يحشم شي خلصه كاين وجهه يا ربي ما تفضحنيش مع نفسي موافق لا يقولون لا ظلم اليوم ما ماش ظلم اليوم تاخذ حقك وتعطي الحق هاي هات الدوسي الاولى جيبوا له دفتر هكا كله انت عملت نهار الفلاني واحد عملت لها لا خد عملت له لا خد سبيته لا خد شتمته واحد تعديت عليه واحد كبرت عليه واحد صرفت له فلوسه نهار من نهار تخمش تاخذ كلمه زايده يا ربي عملتها عدي الدوسي لاخو يا ربي كلهم تاعي يعديلوا الدوسيات كلهم حط على الميزان واحد اثنين طاح في كفه ايوا بعد انظروا هذه عبدي من حسنات يقول له يا ربي ما عنديش حياتي كلها عندي تحموم وسحق ما عنديش هاني مقل هزوني قل لا ظلم عندي لا ظلم اليوم أمر هذا عبدي من حسنة قال فإن أقول فيأتي ببطاقة ورقة في الملكة جايبها الملك هو يشرح بها يقول يا رسول ولي كش مش تعمل قدامك الطران في دوسية كبار مأبية وجايب ورقة زيادة الورقة ليه يقول حطها في الميزان حطها الميزان هو اللي يقول قال خطوبة الورقة بالكفة الثانية فترجم الورقة فين الغلطة؟ يقول يا ربي يا أخي أنا كنت اسمي أنا برد الفرقة يا مهني أنا اسمي عبد الفتاح بن طبان هي قلوب يا ذكر قل يا ربي ولا يمشي بها كيف شرشت الورقة؟ قال فيقطع الورقة فينظر فإذا بها لا إله إلا الله محمد رسول الله خذوا هذه البطاقة رجحت بلا إله إلا الله محمد رسول الله خذوا عبدي خذوه حديث أقرب في الله حديث إيه؟ التلمي حديث التلمي حديث البطاقة معروف قال فيؤخذ هدايا هدايا استحق النار لك ربي قدم له شفاعة لا إله إلا الله يعني شفاعة شفاعة اعتزاله بالانتماء إلى الله هو حياته كلها وهم في المعاصي لكن بعد ما يعمل معصية ضربوش ويقول يا ربي راني غلط سمح غلط راني حضرت ما انكرش القدرة ما انكرش ما انكرش الربوبية ما تمردش على ربي كان عبدا ولقي مصير العبد المرضي عليه قال الحديث له قال بعث ربي واحد مات بعث ربي الملائكة هيا قالوا جيبوا الروح نتاعو وتعرفوا كيف يموت الميت احنا نعملوا له جنازه نعملوا صندوق ونعملوا منع نعش ونقولوا رحمن يا رحمن هذا عبدك اليوم يا رحمن ايش قال تفضل فما جنازه اخرى ما نعرفوهاش يا جنازه الروح البلد يجي غادي تحط يحضروا حفره ويحطوه ويطمحي والروح ما يجيبوا زوج الملك يهزوها
جد مش هم يستنوه فينا حتى يفوش معه يدفنوه كم يحطوه في البرد ويعزيهم بعد ما يعزيهم كرفوه يزوه هم وقفين الناس ويأخذ من الوضع يسكين لا يا أخي قلبك الطيب والله يسكين فما عندنا مرأة فيها عندنا زوج البلدات كانت تحت حزب السلين يبعث لها كفة مش عشي لها بلادها نقول والله سيدي كان متليس مع واحد مروض في السبيطار يمشي يدور ولهم يسمع فينا يمشي فينا وكل واحد يمدح فيه من جهة علاقاته الاجتماعية يسمع من الناس يتعاركوا يمشي يحاول يصلح بيناتهم الملائكة كانوا جايين مش يهزوا راس الجهنم قالوا احنا بك شغلتنا ربي قالنا هزوا الجهنم ما سمعناش واحد ذنبه الناس كلهم يذكروا فيه بخير قالوا مش هنرجعوا ربي نسالوه قبل ما يزوه مش نغلطوا بالراجل قالوا يا ربي يا ربي ابعتنا رانا احنا واقفين بزنازه الناس كلهم تمدحين قال خذوا عقدي الى حيث قال فيه الناس فان السنه الخلق اقلام الباب اللي قالوا فيه هذاك فيه اصبح شهاده مكتوبه له خذوه حيث قال الناس قالوا له هذا الخلق بيني ظن الناس عنه علاقته الاجتماعيه مع الناس باهيه معاصيه عنده معاصي لكن مع الخلق حبيب الخلق قلبه مفتوح للخلق الخلق بدال الايمان الجانب الاول من الجهاد اخوان الكرام التحدي الاكبر في الامه هو تحدي ذاتي وليس تحدي خارجي امتنا الذي قهرها هو ضعف الناس ضعف قلوبنا ضعف ادانا ولذلك الصحابه هم انفسهم هكذا كانوا مع سيد النبي صلى الله عليه وسلم دي ما كانوش هم اللي يسكروا ويفقوا ويبشروا وكانوا هم اللي يخبروا وكانوا هم اللي يعملوا في المصائب هؤلاء أنفسهم هم الذين قضوا على كاهنهم صرفوا بلا الأمة وهم أنفسهم مش أصحاب مش ناس جوابهم يعني مرة كان يحفر البنت واللي كان قلبه بتاعه قاسي ويعمل صرفة قال مرة من الناس كان مرة كنت مكرم ونضحك على نفسي عامل صغيرة صغيرة يتبرح بها كما معناها واحد يسمع حاول يسمع صرفة هو يسمع حيلة حتى في مكتوبه صرفة وقت فيه حطها قدامه وانت يخلو يصلي عنه قال انا شعار وصمى ذيك معمولة بالحلوة بالتمر يعملوه قال بلقيت منام حال تطلق قدامي ساعات لو ما حمص عليها بعد تقول لي ماشي واحد ياكل الهي كيف ياكل الهي قال انا عارف انها بس عمل روحي شلوح وضرب شلوحها زايد مش تجي علي انت مش تتكسر لو كان ربهم ما بيعملوش حد بيعملوا بيتكسر قال ما عملت لي حتى شيء شد الجديدة وقرب على الامور وبعد كدم ما عملت له شيء قال كنيت ايديه اللي لعبت فيه يضحك على روحه هذاك وهم يخرج في الدين وانت يبكي قالوا صحابه ربي هوني تعمل له كانه طريق طريق بتاع الدموع من كثرة الدموع اللي يبكي الناس تقول هو ما يكونش اللي يسعس ما مقعد مع زوجة فاشلين القاش مراولية القاش زنباية القاش زن مرتبش في بقعة باش يوصل للناس حقوقهم تقولوا يا ولدي ربي ما كلمناش بابا قل له انا ما كلمنيش بابا يا ربي يسالني على بلده في العراق وكان تظلم يسالني يا ربي قولي علاش ما جددتهاش الطريق مسؤوليه هذه الامه باش تكونت بالجهد الذاتي القائم على اساس التربيه الذاتيه ولذلك اخواني خليوا الناس تتعلم معنى جهاد النفس اقبلوا على الناس افتحوا قلوبكم للناس رانا احنا نكره المعصيه ولا نكره العصاة نحن نكره المعصيه الشباب ما يحبوش الزنا ما يحبوش لكن ما نكرهوش العصاة كيجي قدامنا زاني يقولوا مرحبا لان باش ندخل الجنه وندخل بكل يهديها ربي على يدي اذا كان نبطل معه نهدي الناس كان الناس كلهم يوليوا يصلين ما عادش ندخل الجنه بطريقهم تي ربي جعلنا البلاد مش انا ندخل الجنه يعني فرق فيه يكره المرأة اللي يكره المرأة مش سكر حالته مع شده هو كيجي واحد يكح ويفرح يا ربي يا ربي ان شاء الله الايام يا ربي التمبيراتور 20 تحت الصفر خلي الكل يمشي ويكح
يفرح شايف يا رب يدبر الدولاب. كانوا قبل معنا عم كانوا قبل العدول العدول موجود مستقل وفلاح كانوا قبل فلاح عند العدول عاد العدول كيحل العدود بتاعه يقولوا يا فتاح يا رزاق كما تبقى ولا صداق وانكم تحت سال الموتى يجي صبح ما يجي يقول يا رزاق يا فتاح جيبوا مع زنوان خدوا الكلام فاحنا نفتحوا كنا قواسي يا عم يا ربي لا نهدي الله بك رشدا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها خير لك من حور النعم خير لك مما طلعت عليه الشمس او غربت كيجيك عاصي ما بين يديك انت حصلت باب دخول الجنه العاصي هذا كان فتح الجنه ريق الرحمه اللي دبر عاصي دبر ما بين الجنه ما بين يرقد هو بعيد كله على شرف يصبر وعلى شرف يعرف كيفاش يدور بيه ويجيبه على بوسخته يهبطه يحسن معاملته لانه كان واحد منا الان عنده تجاره بايظه ويبيع في سراوي الخدم وجاء واحد من جزيره تدرى شنوا ويحب يشري سراوي يقولوا له راهو اعمى اصمى لا يعرف لا موضه ولا مش موضه وباش يضرب في جرده 10 ملايين ولا 15 ما يبداش يزقزح ويلحلح ويشري في القهاوي ويكري في التاكسيات ويجابي فيه من هنا ومن هنا باش يكسب وده وبعد ما يكسب وده يربح من جهته احنا مطلوب منا امه نربح من جهه العصاة ولا كل واحد منا يبني يده على حق راسه من هنا في جمعه ترى احنا في جمعه هاي السنه كان مسرح تلقى ما يصليش تلقاه غلبته نفسه تلقاه يسب الدين تلقاه يسكر تلقاه بالبارتي في الشوارع يحير يزير انت وجابك ربي هذاك زقدح عليه ورمي عليه الخنطة وبداها بقهوة وضحكة والسلام عليك وشي أحوالك وقتلوا قضيته كان عنده ولده يتحتاج القضية باش بعد وقت اللي تجيب من الطريق يكون منقاد يحبك لأن الأصل المحبة الناس اللي تحبوهم ويوليوا يحبوكم هم الذين ينقادون لكم وما فهمتش علاش الأمة هذه هي الأمة القاسية على العصاة تعرف كل عصاة أنا البارح كنت نعمل قلت البارح كنت نعمل نسيت على خاطر يوم انا وليت نصلي وقالوا لي عم الحاج ويفرحوا بي عم الحاج مرحبا بي وقبل ما نعيش شكون؟ مش كنت عفريت سيدنا اسكندر قالبها وجايبها لازم نتذكر بان غيري يحتاج الى صبر مني ولذلك سيدنا بي ما لعن حد كانوا يقولوا له عمر بن الخطاب وعمر بن هشام قال عمر بن هشام ابو جهل وكان صاحب سيدنا بي صلى الله عليه وسلم تربى فرد حومه وكان اتراب فرد عمر وكان مجال فرد عمر هذاك ما عجبوش كيفاش محمد يولي نبي قال كنا معكم فرسي رهان حتى اذا اصبحنا على خط الوحدة معنا الحديد قلتم منا نبي احنا مش اعترفوكم من منكم نبي اي مش معترف بك ما عندكش ماكش نبي ماكش نبي اش قال سيدنا صلى الله عليه وسلم كانوا يجيو يقولوا له ولي عليك راهو عمل فينا راهو ظالم مستبد وباندي واللي يدخل المسجد يضربه ويسب ويشتمه يزيد يقول اللهم لا سبب سلامة في حد مرين عمر بن هشام عمر بن وهب عمر بن الخطاب كان يدعي يدعي اذا تحب النقطة الأولى هذه مبدا منها اللي هي ان التحدي الاكبر في الامة هو تحدي ذاتي وليس تحدي خارجي ذاتي من نفسي صفحة ثانية اش مازال؟ لا ساعة هاي بس بعد خذ مساء خذ المعيشة حق نفسه حتى يرد والله بي ربي يحفظ الورقة الثانية الورقة الثانية من أهل الإسلام في وقت اللي جانا جانا بخطاب الجماعة ولم يأتنا بخطاب الفرد. من قوله القرآن قال يا ربي يا أيها المؤمن صل يا أيها المؤمن صم. قال لنا يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
إلى غير ذلك من الأوامر. الأوامر كلها جاءت بالجماعة، يعني أن النبوة أراد الله من خلالها أن يصنع أمة لنا، مش أن يصنع أفراد لنا فقط. وتعرفوا أن القرآن الأول الذي نزل كان قرآن الدعوة، ولما انتقلوا إلى المدينة جاء قرآن الدولة، والقرآن الدعوة، القرآن الدعوة هو القرآن اللي رب النفوس وهذبها وخلقها، وأن القرآن بتاع الدعوة هو الذي أقام صرح الأمة، أقام صرح الأمة، كون الأمة كيان، أوجد لها كيانا. ولذلك أجمع الأمة وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قالوا كذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولذلك عندنا شغلنا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين إلى غير ذلك من الآيات اللي ربي بطهن لنا فيها على أن المقصود كيان أمة، وهذه الأمة تكون عزيزة. والأمة بداها بالعز وقت اللي قال لهم رقم أميين، أميين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. الأميين تعرف ما معنى؟ معنى أنه ليس لهم كتاب. الأميين يعني مش ما يقرأوش ما يكتبوش، الذين لم تكن لهم شريعة، لم يكن لهم دين. بدليل قوله تعالى: قل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، قل للذين أوتوا الكتاب والأميين. فصل بين أهل الكتاب والأميين، فالأميون ليسوا أهل الكتاب. العرب كانوا يسمون أميين لأنهم ما عندهمش تقاليد كتاب. ربي بعثهم أربع أنبياء، لكن الأنبياء هذوما ما جاتهمش رسائل مكتوبة. أولهم إسماعيل وشعيب وهود وصالح. هذوما الأنبياء الأربعة تاع العرب ما نزلش لهم كتاب، فكانوا ليست لهم تقاليد الكتاب. العرب هذوما كانوا بدون كتاب، بينما النصارى واليهود كان عندهم كتاب يستندون عليه. ربي بعث النبي باش أول حاجة يحققها في هذه الأمة أن تصبح أمة كتاب. والنبي بعث الأميين، هم كانوا أميين، رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، بل أصبحوا هم الأمناء على الكتب. مش ولو أهل الكتاب بركة، هم أصبحوا الأمناء على الكتب. يعني أن كتب بني إسرائيل سواء التوراة أو الإنجيل وصحف إبراهيم وموسى والزبور الذي أنزل الله على شهادته، هذه كلها اختزلها الله في الكتاب الذي أنزل على نبينا، وأصبح هذا الكتاب هو حصارتها وجعله مهيمنا على الكتب التي قبله. فجعل ما في هذا الكتاب هو الأصل الذي يحمي ويحوي إرادة الله من خلقه. ومن إرادة الله تعالى أنه اقتضى بحكمته سبحانه أن يجعل أمة تذود عن حمى الحق فوق الأرض. ربي علاش خلق الإنسان ليعمر الكون؟ ما خلقش الإنسان باش يكون فرد، وإنما خلق الإنسان بحكم خلقه رجل امرأة، خلق هذا الإنسان ليكون نسلاً. يعني مبعث الرسالة ما هوش هو السلوك الفردي، وإنما هو البناء الاجتماعي. والسلوك الفردي هو السبيل الموصل إلى البناء الاجتماعي. لو كان ربي حب يجعلنا أفرادا لكان خلقنا كل واحد تكون أم وكل واحد يحتقن وحده، تنتهي القضية، شيء مشكل. لكن ربي خلقنا ذكر وأنثى، واجعل من وجودنا في الكون وجودا مقصودا لاش لإقامة الحق فوق الأرض. قال لنا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها إن الله لا يحب المفسدين. نحن الأمة المطلوب منها إصلاح الأرض، المطلوب منها بناء الكون. يعني ربي علمنا، قال لنا: راي هذا الكون، هذا راني أنا خلقته وأحسنت خلقه. الذي خلق
يقف على نظام انا اعيره لك ايها الانسان اسكت في الارض هذا، لكن ما تفسدهاش، نحبك كي تكمل مرحلتك ترشحاتي كما قلت لك صالح حال. كما لو كان توا جيت من تونس وما عنديش من بلد سيدي عبد العزيز يقول يا سيدي لا أفل حقوقه كما يقول، وبعد ذلك يقول له كلمتين ما تقلقوش منه سياسي. والمنجرة من سويسرا والخاتم الصين الشعبية والصباط من إيطاليا.
بيكسروها الانجليزي. كمل كمل اكمل. الأمة يا إخواني الكرام اللي لحد الآن لا تصنع كفافها هي أمة لا قيمة لها. ولذلك من ديننا أن يكون قرارنا الاقتصاد بأيدينا. ما نجموش نتحملوا هل نشوف حافلة ينحيوا ويصوروا يطيحوا ايش تجم تعمل؟ لأن القمح جينا من عندهم والروس يجي من عندهم ولأن الطماطم يجي من عندهم والسلطات يجي من عندهم والفطار يجي من عندهم. هم يخطوا فينا احنا نتعجبوا يقولوا كيفاش احنا اخترنا عاد؟ شو اخترت انت؟ انا وانت شو اخترنا؟ شو هي قيمتنا؟ انت المراية تاني انت ما يجينيش البلاد من النمسا نبات نضهرس وما نجمش نقرا نضهرس. والمصورة هذيك اذا كان ما تجيكش من اليابان انت مات بلاش مصورة. والضوء هذا اذا كان السنترال الالكتريك وقفت وما لقيناش قطع غيار مشينا في حيرنا. افهموا يا ناس الام هذه هي 5 قرون وهي غايبه عن الوجود. الام هذه هي 5 قرون وهي تعيش بفتات الناس انتبهوا في الناس فكروا فينا مش ربوا فينا. ولليوم ما ادركناش وان ديننا يقتضي منا ان نتحرر. كلمة تصليوا ايش بتتحرروا؟ كلمة تصوموا ايش بتتحرروا؟ كيما تتحرر من نفسك على مستواك الشخصي تتحرر من عدوك الخارجي على مستوى الأمة. كيما ربي فرض علينا باش نبوشنا تكون بأيدينا فرض علينا باش يكون حاجيات نفتحوا مثلنا بأيدينا. سيدنا يخطي دخل المدينة المنورة قال من أين تشربون؟ قال ماذا يا بئر رمى؟ بئر رمى. قالوا مين تنتعشون؟ قال انت واحد يهودي. خلوا مش تعملوا خلوا كل واحد يهز بدونه لازم كلمة كلمة في الوقت هذاك يمشي كلمة ويدفع فلس مثلا في الليل بعد ثلاث عشاء قال علي بن عثمان ايش عثمان؟ يا عثمان انا البئر. نعم قال سيدي. قال يا البئر حافظ قرابة 15 يوم جاي ايش عمل؟ قال لقد اشتريتها ب 37 ألف درهم وهي لك وللمؤمنين فافعل فيها ما شئت يا رسول الله. قال ما فضل عثمان ما فعل بعد هذا؟ عثمان عمل عنا لو كان ياتي معصيه ما تفروش ارتقى الى مقام الرضاعه رب العالمين لانه حرر اقتصاد الامه. امشي العمره خذينا الباب زمان فنقرا في دبوزه من تاني لقى شركه اللي توزع في دبوزه شركه اسرائيليه عجيبه انا ماشي ما كانش نشوف دبوزه ما بتاع اسرائيل كيما وقبل ما نمشيو عندي ام عيلتي هذه المرض قالت لي بلي راهو نحب سيد النبي ونحب ريحة سيد النبي جيت نحب جنب ريحة سيد النبي. انا واحد انا ما راح نلتفت فيه ما عندناش فلوس ما نمشيش نشري قلت له شنو لها سجادة؟ وشنو لها سجادة؟ كي تعرف انت شنو سجادة وسبحة شنو سبحة؟ كي دخلنا للدار اللي كرمتهم انا في الفتيشة قالوا دخلنا قالت الحمد لله والحمد لله ربي يتقبل ويتجنبوش انا قلت مش نزلها السجادة انا حليت سجادة قبل طبعا عليها مدي وشينا والسبحة مدي عنكم هيا مدي عنا في حضنها بتتتت بتحط في عينيها وقلت يا بركة سيد النبي يا بركة سيد النبي وكذا يا أكبر يا بركة الموت زيتون قالت لي كل من كل من كل مسلم على السجادة يا بركة زيتون أعجب أعجب معناها احنا امة سجادة مش مش تاني واحدة تاني شنوة تاني شنوة تاني شنوة تاني لا تطبال هذه المنطقة انت عطريان اذا كان امة اليوم على ثم لا تسل التجارة تفهموا اذا كان اليوم الامة مقاليد اقتصادها بيد غيرها كيف تكون الامة هذه مستقلة بقرار دون تحبوا بدون تطبيق الشريعة وتحبوا الإسلام تكون مش يرضى عليكم مش يرضى ما يرضاش عليكم ولا مدفع عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذا كان الأمة هذه تحب استقلالها ما يأتيها غيرها إلا والتي تنتج لنفسها. ولذلك الأمة هذه تحتاج قولوا لي بعد 100 سنة تعرف حتى بعد 200 يعني 20-500 سنة في الهنا والقوت الجبال إيه نعم 200 أخرين ولي وحرار أو العالم كوريا الجنوبية 50 سنة ولا الدولة 50 سنة كانوا طبة من قدام وطبة من تحت
يضربوها على السلاح. هذا ما بعد 50 سنة ولاو أكبر منتج في المنطقة بتاعها. سنغافورة قد جزيرة جربة زايد عليها 60 كيلومتر مربع كهو. جربة وزيدها 60 كيلومتر 600 كيلو. جربة 540 كيلومتر مربع. سنغافورة الآن قوة اقتصادية لا تضاحك. رابع قوة اقتصادية. كيفاش؟ يا أخي فما أمة ما عندهاش، فما أمة مش قادرة باش توصل. ما فماش البشر وقت اللي ينزلوا للدنيا نحن أعطانا الله نفس الذات، نفس راس المال، عطانا مخ وجوج يدين وجوج ساقين وقلب. واحد يستعملهم للبناء والتشييد، والآخر يستعملهم للفلة والتفسير. أما إحنا نكون صالحين ولا لا؟ الأمة هذه تحتاج إلى ثمار، ولذلك من الدين مش السياسة. من الدين نتكلم فيكم ما جيتش بالسياسه، نتكلم في الدين. من الدين ان نصنع، من الدين ان نبني، من الدين ان نشيد، من الدين ان نحقق استقلالنا، من الدين ان نربي ابنائنا، من الدين ان نعلي مقامنا، من الدين ان نصل الى اكتفائنا الذاتي، من الدين ان نبعث شبابنا وفتياتنا الى الكليات للدراسه في الكليات، ان نفتك موقعنا في العالم. العالم اذا لم نفتك موقعنا فيه وقع الدوس علينا. وقع الدوس علينا. إذن يا إخواني الكرام، الصفحة الثانية هي الصفحة التي لم تتحقق فينا، الصفحة التي نحتاج أن نفعل من أجلها. علماءكم أساتذتكم مشايخكم يفصلون لكم هذا الأمر ويقولوا لكم وأنتم ربي أبنائكم على أن تحققوا للأمة. كل عائلة يجب أن تقدم دكتورا للأمة. لو كان كل عائلة منا إحنا واحد خدمه دكتور، واحد دكتور في الفيزياء، وناخذ دكتور في الكيمياء، وناخذ دكتور في السماوات، وناخذ دكتور في الاراضي. يمكن ان نصل الى ان نحقق لانفسنا مكانا عاليا رفيعا يجعلنا امه قائده. اختي الكرام، انا اشكركم على هذا اللقاء، اشكركم على الحضور، اشكركم على الوجود الطيبه النيره. اسال الله تعالى ان يديم عز هذه الامه ويبارك لها ويبارك عليها. ثم صلوا على رسول الله. اللهم وملائكته يصلون على النبي يا سيدنا صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد. يا كريم يا عظيم يا رحمن يا رحيم يا قيوم السماوات والارض يا ناصر الضعفاء والمظلومين، انت فتحت باب هذا البيت ودعوتنا اليه وتبدلنا ووعدتنا بان نخرج منه وقد غفرت ذنوبنا. اللهم انك تعلم ان جئناك بخطوب بذنوب كثيره وخطايا وفيره، وانت تعلم ان جئنا لنبرا اليك من حولنا وقوتنا، فانه لا حول ولا قوه الا بك. نسالك اللهم ان تغفر ذنوبنا، تستر عيوبنا، تكشف كروبنا، تسمع كلمتنا، ترفع رايتنا، تعز امتنا، تجعلنا يدا على من عادانا، وانت بث في قلوبنا من المحبه ما يجعلنا اهلا لمحبتك ورضاك يا رب العالمين. اللهم انا نسالك غدا غير اليوم الذي نحن فيه، ونسألك عزة كالتي وعدت بها عبادك المؤمنين، ونسألك اللهم أن تكرم هذا النبي الكريم في أمته، وأن لا تجعل منا شقيا ولا محروما، وأن تجمعنا على البر والتقوى، وتجعلنا في عباد الصالحين، ونسألك اللهم أن تعيننا على تحويل حالنا إلى أحسن حال، فإنك قلت إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فنسألك اللهم أن تعيننا على أنفسنا حتى نغير ما بأنفسنا، حتى يكون وعدك لنا بالنصر والتوكيل وعدا ناجزا يا رب العالمين. احفظنا في ذرياتنا، في زوجاتنا، في أبنائنا، في إخواننا، في جيراننا وأهلينا، وفي من أصانا واستوصانا، ونسألك اللهم أن تحفظنا في عصاة أمتنا، تهدي قلوبهم حتى يهدوا إلى بيتك الكريم ويستجيبوا لأمرك العظيم، ونسألك اللهم أن تبارك في شبابنا وفتياتنا، وأن تجمعنا يدا واحدة على من عادانا. اللهم إنا نسألك أن تبعد عنا الفرقة، إنا نؤمن بك ربا واحدا، فنسألك اللهم أن تبقي علينا أمة واحدة، تجمعنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، تجمعنا القبلة والقرآن، تجمعنا المحبة. اللهم بث في قلوبنا محبة المؤمنين أجمعين، من وافقنا ومن خالفنا ومن أحبنا ومن عادانا، نشهدك اللهم عما نحبهم وندخل على مقامك الأعظم بمحبتهم. اللهم اجعل محبة المؤمنين سبيلا لمرضاتك ومحبتك، وأن تجعلنا من عبادك الصالحين، وأن ترينا غدا أفضل كالذي وعدت به أهل العز من المؤمنين يا رب العالمين. اللهم
أنواع الشقاق والبلاء واعتدوا على قدراتنا وظلمونا وافتكوا منا ثرواتنا واعتدوا على شبابنا وشاباتنا وقطعوا عنا سبيل النصر والتمكين. فنسألك اللهم أن تفتح لنا باب عزة لا ينقطع فيه رزقك ووقتك حتى نلقاك وانت راض عنا. كن لنا يا رب العالمين وانصرنا على من عادانا. بارك في الحضور والغائبين اجمعين، وبارك في الدعاة والمؤمنين العاملين والصالحين من عبادك يا رب العالمين. ونسألك اللهم ختم اعمالنا بالطاعه والرضا، وان تجعل افضل ايامنا يوم نلقاك وانت راض عنا، وان تجعل صحبتنا في الجنه مع النبي الحبيب الكريم الذي وعدنا بصحبته والذي نتوق لرؤيته، فلا تحرمنا من ذلك المقام يا رب العالمين. اللهم انا امنا به ولم نره، ونسالك اللهم ان تريم اياه في الجنه وانت في مقام الرضا علينا، وان تجمع قلوبنا مع قلبه واجسامنا مع جسمه حتى نكون مشرفين لهذا الحبيب، انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. بارك في من تسبب في هذا الجمع ومن اعان عليه ومن دعانا اليه ومن سهله، وسهل يا رب اعمال المسلمين اجمعين، وادم الخير والبركات والرحمات على قلوب عبادك الصالحين، انك على كل شيء قدير. سبحانك لا تحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك عز جاهك عظمه ابرياؤك، لا رب غيره، لا خير الا خيره، بيدك الخير، انك على كل شيء قدير. انظر الى ضعفك يا رب العالمين، واغفر لنا ذنوبنا وعنا على ما وليتنا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سامحوني بذلكم. Thank you.